بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Translating Articulate Storyline Content، معلومة من ضمن النقاط الجميلة خالص إني ممكن أعمل Translating داخل البرنامج، بيوفر لي جانب كويس فيما يخص موضوع الترجمة ديت. أنا عندي محتوى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، أروح لقائمة فايل وأقول والله Translate، من ترانسليت هي تقول لي طيب اكسبورت ولا امبورت؟ في الاول انا المفروض اعمل اكسبورتنج للكونتنت اللي انا عايز اترجمه، فعندي اكستنشنز مختلفه ما بين دوك وما بين اكس ال اي اف اف. انا هقول والله لا، انا اختار الاكستنشن اللي هو دي او سي الخاص ببرنامج الاورت، وخليني انا انتايتل دوت بدي اعمل سيف، ابتدي هو يعمل لي اكسبورتيشن لكن بشكل جميل شويه، وبعد ما يخلص ابتدي يعمل لي يفتح لي البرنامج. من الواضح يا جماعه اني حط لي حاجات كتير، من ضمنها مثلا عمودين، العمود ده يا جماعه اللي هو كان بالاي دي ده انت ما تقدرش، ده المفروض انت ما تلعبش فيه خالص. العمود التاني ده اللي انت ممكن تعمل فيه، ده اللي انت هتمنتج عليه يعني، تمام. طبعا ما بين الانتايتلد سين العنوان بتاع المشهد، ما بين الانتايتلد سلايد العنوان بتاع السلايد، الكويستشن العنوان بتاع البروجكت، شويه حاجات مختلفه كده. دولت الفاريبلز المتغيرات يا جماعه اللي موجودين في قلب البرنامج. ولنفرض انا عايز اترجم الجمله بتاع بسم الله الرحمن الرحيم ديت يا جماعه، اروح انا اخدها كوبي واروح مثلا على سيرش انجنز زي مثلا ترجمه جوجل على سبيل المثال، احنا بنمثل تمثيل، ورحت انا لسكت يا جماعه فطلع لي الترجمه ان ذا نيم اوف الله ذا موست جريشس ذا موست مرسيفول. هاخد الكلام ده انا بعمل له كنترول اي وابتدي اخده بكنترول سي، واروح على نفس السلايد وابتدي اعمل له كنترول في، فهو طبعا ايه مش هيجرى لي مجريش الخط لان الخط ده طبعا مش عربي. ولنفرض انا هقول له والله كاليبري ده من الخط بتاعي، ابتدي اعمل له انا كنترول اس، انا سيفت الجانب ديت، هروح ارجع عليه ارتكوليت مره تاني واقول والله من قائمه فايل المره دي ها اكسبورت، بدل ترانسليت اقول له انا عملت اكسبورت اختار بقى امبورت، ابتدي اعمل امبورتيشن الفايل بتاعي اللي هو كان موجود على سطح المكتب هو بنفس الاسم يا جماعه، كان عباره عن انتايتلد، اقول له والله اوبن، هلاقي يقول لي اه كونجراتيوليشنز القصه ترجمت بشكل كويس، وراح بدل لي المشهد بالمشهد الثاني بقت انسان ايمو فالله ذا موست جريشس ذا موست ميرسيفول بالتدقيق الاملائي بتاعها. وده امر من النقط الجميله جدا بصراحه في البرنامج، طبعا ان هو بيصدر وبيستورد وبيخزن لك الاماكن اللي انت بتحتاجها، فانت عارف انت ممكن تستخدمه علشان تترجم باستخدام برامج تاني، وفضلا عن انت بيبقى معاك الوسيط فاهمني، بيجهز لك الداتابيز انت بتاخد وتحط فيها. وقمة التناغم بصراحة يا جماعة بان هو بيحمل لك الفاريابلز بتوعك على فاريابلز تانيين، جاست تتغير في القيم بتاعت الفاليوز وتعمل لها امبورتيشن. بصراحة يا جماعة ده امر رائع جدا جدا جدا، ومش بنلاقيه في برامج الليرنينج كتير بصراحة يا جماعة. ده من ضمن النقط اللي حبينا نلفت النظر ليها، خصوصا ان البرنامج بصراحة يا جماعة بيغنيك عن برامج كتيرة جدا في الليرنينج على وجه الخصوص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.